السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا المشكلة بتاعت ال 2070 طبعا منتشرة جدا. المشكلة ديت بسبب الرامات عندك ما بتتعرفش، ممكن تدي الصورة معاك او تدي صورة مع صورة معاك ممكن يدي خطوط، او لو اتعرف يعمل خطوط، او مثلا ما يخش ما يتعرفش اصلا معاك، او ما يقراش الفيرام يقرا معاك الجي بي يو والكلام ده كله. بس تمام، في ناس بتاخد الكارت وتقعد تسخن عليه والكلام ده غلط. احنا الحمد لله بفضل الله النهارده تم تغيير الفيران التالفه، مش كله اللي اتغير تمام، واتعمل ريسايكل للكارت، والكارت بسم الله ما شاء الله يعني اشتغل كفايه كويسه جدا. قرب كده الكارت اهو 2070 تمام. طبعا احنا صورنا الكارت وهو محلول وكنا بنعمل له الفيران بتاعته. الكارت ده اللي هو البلاور، صور الكارت، الكارت ده اللي هو البلاور فانة واحدة تمام. هنعمل عليه ستريس، هنعمل عليه ستريس كده. طبعا الكلام برضو للناس اللي بتسخن والكلام ده كله، الكلام ده غلط، فيا ريت يا ريت برضو الناس تبطل تسخين، وبطل الناس اللي هي بتهري كده وتقعد تقول لك اخترع افتكاسات. مفيش حاجه اسمها ما فيهاش صيانه، لا كل حاجه ليها صيانه. الكارت ده لما بيتعمل بياخد عليه ضمان سنه، الكارت ده بيتعمل بياخد عليه ضمان سنه. طبعا انا ما برجعش موضوع التعدين بالكروت دي تمام، لان الفيرام عندك بتسخن اصلا، فبتتلف الفيرام، بتتلف الفيرام بسبب التعدين والكلام ده، لان الكارت اصلا بيسخن. الكارت ده مخصص للجيمنج، لشغل الجرافيك العالي الكلام ده. اما هو يشتغل 24 ساعه ده حرام، انا بتكلم كنظريه. اما هو يشتغل معاك تعدين تاني، اه يشتغل تعدين، ما يشتغلش اي تعدين، بس القصه كلها اللي هو بيسخن الكروت دي بتسخن اصلا. الار تي اكس اللي هو السبعينات وال 2070 وال 3080 والكلام ده كله، كل ده بيسخن معاك. كارت اهو شغال طبيعي ما فيش اي مشاكل. الحراره بتاعته 55، تعال اقرب كده على الحراره. حرارته 55 اهي، فيهاش مشاكل خالص تمام. فكرت يعني بسم الله ما شاء الله، اي حد عنده مشاكل بسبب ال 2070 والكلام ده كله ان شاء الله بنحلها له هنا. لو في اي حد ليه استفسار ممكن يسيب في الكومنت او اتصال تليفون. والسلام، انتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفت خلاص؟